بكل صراحه لو دوسي دي ماروكان اكسبيسي دالجيري حنا ما بغيناش ياخذ ان بارابلوي ديال شي حزب. كاين احزاب اللي دافع على القضيه ديالنا فعلا ونقولها سمعتي. كاين حزب الاستقلال اللي هضر على القضيه ديالنا في البارلمون، وكاين عاوتاني كان سميتو حزب الاستقلال، كان فتح لينا الباب واحد المره ومشينا المكتب ديال السي عباس الفاسي واستقبلنا مصطفى حنين جو كوا سو لو ديريكتور ديال البروتوكول وهادي ديال المكتب ديالو في الرباط. المهم استقبلنا وحطينا ليه لو دوسي كلشي. لو بروبليم سكو يافي با دو سويت، حطينا لو دوسي وهضرنا وعطاونا وعود وهادي، مي ابخي ما كان حتى شي حاجه. هذا هو المشكل. دابا اللي بغيت نقول لك وهو لو دوسي ديالنا نورمالمون اي دوا تيتر بري اون شارج بار لو ماروك. حنا ما نساوش سميتو سميتهم الجمعيات المجتمع المدني وحتى السلطات المغربيه، يعني لي مينيستير بحال وزاره الهجره، وزاره سميتو الداخليه، وزاره الخارجيه. يعني بارفوا كيكون عندنا شي لقاء مثلا ولا شي حاجه في الرباط ولا في جنيف، كيعاونونا كاين مساعدات زعما يا با بروبليم. مي ابار سا حنا نورمالمون كنقولوا بان داخليا على شيل ناسيونال لي ماروكان عارفين القضيه ديالنا. علاش؟ حيت راه ديجا المشكل ماشي فينا حنايا، المشكل في لي ميديا، في الاعلام المغربي، لان الاعلام المغربي اصلا ما عطاش اهميه لهذا الموضوع. اون 75 اون لا با بارلي دو نو نهائيا. 1975 ملي تطردنا ما جبدوناش، ما ذكروناش، ما قالوش كاع فين هاد الناس راه جراو عليهم. فهمتي؟ الى درجه ان تنسينا من 75 حتى ل 2005، حتى راه ماشي 25 عام تقريبا هكذاك بليز او موان. فهمتي؟ دونك ما لي ميديا هذه اولا من جهه، اي ابخي يعني من ابارتي دو 2005 ملي تخلقات الجمعيه كانوا لقاءات، كانوا وقفات احتجاجيه في وجده، داروا عده وقفات، داروا في الرباط، داروا ندوات، داروا دي دوكيومونتير، دار دوكيومونتير في لاشين دو تيليفزيون في لا دوزيام شين ماروكان، و يعني درنا دي دوكيومونتير ومشينا برا. وما نساوش عاوتاني الفضل ديال جمعيه ديال الرباط ام فيا اللي مشاو حضروا في لي ناسيونز جوني وخداو توصيات pour avoir des recommandations. Alors c'est pas facile. J'ai beau des recommandations, mais les Nations Unies, اللي كيطلبوا من الجزائر باش طلحوا عليها عدة لوقات. هاد الناس واش كانوا عندكم ولا ما كانوش؟ إلا كانوا عندكم واش حاكمتوهم عاد جريتوا عليهم؟ وإلا جريتوا عليهم بلا ما تحاكموهم؟ فوالا، حيت إلا جريتوا عليهم بلا ما تحاكموهم راه تعسوا هذا. دونك كان هاد الشيء كامل يعني كاين توصيات، وتوصيات اخرى عاوتاني موجهه حتى للمغرب، على اساس ان المغرب خصو يخدم على ادماج هاد المجموعه ديال المطرودين ويدخلهم يتبناها قانونيا ويساعدهم ويوقف معاهم وباش بور كي زاي دو لافون. الملف المطلبي ديالنا هو اول حاجه، وهو ان الجزائر تعترف بانها طردت المغاربه المطرودين، الاعتراف. اونسويت لانديمنيتي، التعويض المادي والمعنوي، فتح الحدود اللي هو حنا ماشي كنقول فتح الحدود سي بوغ الي باش نمشيو نتساراو ولا نو، باسكو حيت كاين روابط عائليه ما بين اسر. هذا الشيء هذه راه ما عرفوش هادو بنادم ولا راه ما يمكنش. واش الاوروبيين اللي حلوا جميع توت لي فرونتيير اللي عندهم تحلوا، وحنا جوج دول باقي مسدين؟ والله العظيم الا سي لا اونت، العار قاعد تقولها كاع. على اين دونك فتح الحدود الاول، وهو قلت لك الاعتراف، التعويض المادي والمعنوي ديال المطرودين، وعاود ثاني قلت لك فتح الحدود وما سي تو. بالنسبه للسلطات المغربيه وهو ان ياخذوا هذا الملف بجديه ويدرسوا جميع المشاكل اللي كاينه، حيث يا دي بروبليم دابا مع المطرودين، من بيناتهم وهو ذاك
كما نقول صدق الافراغ من السكن الوظيفي. هذا حيت اغلبيه ديال المطرودين وظفوهم دي مينيستير في وزارات مؤسسات عموميه. اغلبيه وصلوا للتقاعد. ملي وصلوا للتقاعد نورمالمون وقانونيا وزعما هو من حق الوزارات وكل شيء يسترجعوا دوك المساكن ديالهم. سي لوجيك سي لوجيك سي ليجيتيم باش الدوله تاخذ دوك المساكن. ولكن هاد المطرودين من الجزائر راه ما يمكنش يطردوا دو فوا في حياتهم، يطردوا من الجزائر ويعاودوا يطردوا حتى من المغرب. علاش كنا يطردوا من المغرب؟ لان سيرتو اللي كانوا مشاو في وزاره التعليم الجيل الاول خدموا 30 عام افيك ليشيل 1 و 2 سلم واحد ولا جوج، حتى لهذه 5 سنين ولا مؤخرا عاد دافعوا على دوك، حيت كانوا كيدافعوا على المدير على المقتصد على الحارس العام على المعلم على الاستاذ، خلاو ذاك العون العون بايشال هذاك ما دافعوش عليه نهائيا، مسكين بقى في ايشال 1 و 2 يالله مؤخرا هذه قلت لك 50 ولا عاد عطهم سو كي في ديك لا بروميير جينيراسيون اللي خدمات شحال كيخرج بالصالير ديالو؟ كيخرج بواحد 100 درهم 900 درهم واحده بعد 900 درهم فهمتي؟ وكيقولوا ليه خوي الساكن 900 درهم عنده ثلاثه ديال الاولاد خرجت فين غادي يخرج؟ حيت حتى الامكانيات باش يخرج يكري ولا ياخذ ان كريدي ولا ما كاينش. انا زعما سي بور سا سي ما نقدرش نعطيك العدد اكزاكت، مي داك الشيء علاش قلت لك لو دوسي ديال هاد الناس اون دوا ليتيدي سيباريمون. خص الدوله حيت جوستومون كيما قلت لك ملي مشينا للرباط عند سي عباس الفاسي وطرحنا عليه هذا المشكل ديال الطرد ديال الافراغات من السكن الوظيفي، اش قال لنا؟ قال لنا واش شنو هو الحل؟ قلنا لهم الحل وهو ديروا كما درتوا مع اصحاب دور الصفيح، عندهم بقعة ارضيه وشي واحد يدخل معاهم يبني ليهم وياخذوا النص هذه دونك غادي نحاول. قال لك شحال العدد؟ حنا عطيناه واحد العدد ابروكسيماتيف 400-500 فامي تقريبا بلوز او موان سور لو تيريتوار الماروكان، لانهم ماشي حنا ما كنقولوش يعطوها لكاع المطرودين يعطوهم بقعة ارضيه، حنا كنقول غير على الناس اللي ذوي الاحتياجات فهمتي فوالا تمام. وانا كنعرف شي ناس كان واحد هنا في واحد الثانويه في الدار البيضاء وسط الدار البيضاء اللي سيد مراته توفات عنده ثلاثه ديال البنات راجل كبير خرج التقاعد والوزاره داعيه على واحد السكن والله تمشي حشومه كاع الوزاره تدعي واحد على ذاك السكن اقسم لك بالله ما دار السقف مداير بداك لو توا اوندولي داك ديال لا تول اوندولي فهمتي وكيبان يخرجوه وفين غادي يخرج؟ مشينا احنا اون طونك اسوسياسيون ومشاو معنا ناس الله يخلف عليهم جمعيات حقوقيه حتى هما وقفنا درنا وقفه احتجاجيه ما خليناش تضامنيه ما خليناش ذاك الافراغ يكون وبقينا كان بغينا مغربي يحسوا بهاد الناس الى درجه السيد قال لك انا باش غادي ندير؟ واش نمشي للقنصليه ديال الجزائر نقول لهم يرجعوني للجزائر؟ راه كاين حق العوده دابا ندير بحال الباليستينيا حق العوده سيدي نمشي للاخر رجعوني انا سيدي رجعوني انا للجزائر نعيش تما. لا استراتيجي اللي كاينه دابا وهي مساله حنا كيما نرجع لك العود نفس السؤال اللي كنت طرحتيه عليا قلت لي باش نعرفوا بالقضيه داخل الوطن. التعريف بالقضيه راه حنا قلنا درناها ومازال غادي يكون ان شاء الله غادي يكونوا عاوتاني وقفات غادي يكونوا غادي كنحضروا واحد اللقاء ان شاء الله غادي يكون بيانتو ودابا كندرسوا شنو هما لي مويان اديكوا بور كو لاجيري ريكونيس ليكسبيسيون دو سي ماروكان ديجا هذه وحده. ثانيا كيل سون لي مويان دو 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 كومبونسياسيون ديال التعويض كيفاش غادي يعوضوا داك الشيء و يعني هذوما اللي كنشوفوا لا بروميير دي شوز وهي التعريف بالقضيه ديالنا على شي ناسيونال اي انترناسيونال
حيت ديجا على ليشان انترناسيونال راه كان ندير عندنا لقاءات وكاين مازال ان شاء الله دوطر زاكسيون غادي يكونوا. وكاين كاين دابا القضيه ديال المطرودين، حنا اوني با فور، حنا اوني با ليتا، حنا ماشي دوله، يعني حنا مجتمع مدني. اون جامي ايتي اسوسياتيف، حنا ما كناش في دي اسوسياسيون افون، الظروف هي اللي حتمت علينا نكونوا في دون اون اسوسياسيون. فهمتي ما يمكنش نسامحوا بهذا الحق ديالنا، نسامحوا في حقنا في هذا الظلم. انا بكل صراحه والله ما كيهمني التعويض اللي غادي يعطيوني، بقدر ما يهمني ارد الاعتبار. هو هذا الاخر، لان داك الشيء اللي داروا راه ما زعما لي زالجيريان بريوسهم والله العظيم. الا ملي كاين شي واحد اللي زعما اللي تهضر معاه كيقول لك هذا الشيء راه سي بلو فور كو نو، بالك كان زعما كنا عارفين هذا الشيء ما غاديش. مي حتى لي زالجيريان مساكين كانوا في ذاك الوقت كان هناك ضغوطات. كان شوف حنا في المغرب لا ليبرتي دو كرياسيون داسوسياسيون ولا موجود كاين الحمد لله بلادنا. مي بار كونت في الجيري كاع الا كانت شي حاجه كتكون وراها ان جينيرال الجيريا ولا شي حاجه، سمعتي ما كي لا لا بكل صراحه. لان واحد المره جوستومون ملي كنا في لو بارلمون بلج كان واحد من المرصد ديال حقوق الانسان، واحد السيد من وهران، صيفطنا ليه صيفطوا ليه دوك المنظمين ديال ديك الندوه اللي دارت في البارلمون بلج، صيفطوا ليه دعوه باش يحضر. الى دوني سون اكور قال صافي غادي نجي. ونهار الاخر صيفط لينا واحد ان ميساج كوم كوا لي زالجيريان رفضوا ليه باش يعطوه ماشي الفيزا، حيت الفيزا سي الاخر، رفضوا ليه باش يخرج. هذه وحده. واتهموه بانه خائن وكي هذا هو قال لك زعما سمحوا لي وهذه. الى دوموندي دي زيكسكيوز.